وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم. أود في البداية أن أشكر كل المقصيات والمقصيين على تلبيتهم الدعوة لهذه المحطة النضالية التي دعت إليها التنسيقية الإقليمية لموظفي وزارة التربية الوطنية بمديرية العرائش، والتي تضم كل من أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين. إن حضوركم اليوم دليل يقطع الشك باليقين أن الدينامية التنظيمية التي تعرفها التنسيقية الوطنية عبر ربوع الوطن تسير في الطريق الصحيح. أذكركم هنا أن التنسيقية لها تمثيلية في كل أقاليم وجهات المملكة، ابتداء من الأقاليم الجنوبية بالعيون قلميم ودنون وصولا حتى الأقاليم الشمالية. أريد أيضا أن أشكر كل الهيئات النقابية التي ساندتنا بشكل تلقائي وغير مشروط في كل محطاتنا النضالية. وأذكر هنا النقابة الوطنية للتعليم الFDT، الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء لجيمبي، النقابة الوطنية للتعليم لويمبي، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم UMT توجه الديمقراطي، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء UMT. أقول على أن هذه المحطة النضالية تأتي كرد فعل طبيعي لسياسة التهميش واللامبالاة التي يتم بها معالجة ملف المقصيين. وخير دليل على ذلك هو غياب هذا الملف من جميع جولات الحوار القطاعي. أستغل أيضا الفرصة لدعوة الجميع من أجل المشاركة القوية في المحطة المقبلة، والتي تكون عبارة عن مسيرة وطنية يوم 29 مارس بمدينة الرباط. أجدد الدعوة لكل المقصيات والمقصيين من أجل المشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية، كما أجدد الدعوة لجميع الهيئات النقابية والحقوقية والتنسيقيات الصديقة إلى المشاركة في هذه المحطة النضالية. دمتم للنضال أوفياء، وشكرا على حضوركم.